وليداتنا صباح الخير عليكم، كي صبحتوا كي درتوا كي بقيتوا. تنعطيكم تحية وتحية من القلب خالصين، العزاز الغاليين والناس اللي تايقين فينا، اما اللي ما كيتيقش فينا ما على بالناش حنا بيه ورحنا ما مسوقينلوش وعمره ما يولي للقلب. والناس اللي كتيق فينا عليها كنديروا المستحيلات وعليها تنديروا بزاف ديال الحوايج باش كنكونوا معاهم في الكون. انا صبحت على وليداتي العزاز اللي تابعني على اي حاجه وغاد معايا خطوه خطوه، وتحيه للناس ديال الواتساب، وتحيه للدراري اللي دهزوا التصويره ديالي دلك البارح وداروا عليها فيديوهات، حطوا في التصويره وداروا فيديوهات وشكروني وعطوني حقي وقالوا الام خط احمر، تنطلب لكم نضرب وجه النبي وتنطلب لكم مسيره موفقه لباقي الناس اللي كتكلم بالاحترام للام. الله يخليكم ليا كاملين بلا ما نسمي شي واحد ننسى شي واحد. كنطالب من هذا الفيديو ديالي، كنطالب منكم العزاز الغاليين، مقطع راني ما كنهضرش عليه، مقيطع ما كنهضرش عليه، هزوه بالصحه والراحه، ولكن الفيديو كله ما نكذبش عليكم تيبقى فيا الحال، حيت فاش كتهزوا لي الفيديو كله تهرسوا لي القناه ديالي وكتهرسوا لي الفيديو، تيبقى الفيديو كله كيتشاف عند الناس وانا عندي ما تيطلعش. حتى انا هاد القناه هي مصدر العيش ديالي. تنعطيكم تحيه، اللي بغى يصور معايا يجي لداري، اللي بغى ندير معاه فيديو يجي لداري، ولكن الفيديو ديالي كله راه ما نكذبش عليكم، فاش كتهزوه كلكم كتهزوا لي الفيديو كله راني كنضر انا في المشاهده والقناه ديالي تتهرس. تانا هاد القناه هي اللي عليها متكيه متكيه على الله وعليها. تحيه لكم كبيره، نتمناكم تفهموني ما يطيركمش مني العزاز الغاليين. غادي ندوز لعيشه الروباله، بغيتكم هاد المقطع ديالي تصيفطوه لعيشه الروباله. عيشه الروباله كانت كدافع ماشي عليا انا، دافعت عليا واحد الوقت والخير ما تنساوه غير ولاد الحرام، دافعت عليا بشراسه ودفعت عليا بواحد الحب كبير الوقت اللي ما كانت يدفع عليا حتى واحد. كانت كتعوم في اليوتيوب بوحدها، بسم الله، وكانت ثايقه في الدفاع ديالي. من بعد ما كانوا اليوتيوب كلهم هاجمين عليا تيقولوا لي نصبتي على واحد السيد، وهي كتقول لهم لا، وكانت من الناس اللي كانت هي المدافع ديال نعيمه البدويه الرسمي. واليوم كانت كدافع على واحد القناه، وديك القناه قسم ديك القناه ما اهتمتش بفاطمه الزهراء عايشه الروباله بحال اللي ردوا عايشه الروباله كدافع على طمع. لا، عايشه الروباله دافعت عليا انا الوقت اللي كنت محقوره وعطاتني 140000 ريال. شحال هي بالفرنك؟ 7000 درهم. عطاتني 7000 درهم. كانت كدافع عليا وصيفطت لي 7000 درهم ديك الوقت بحال اللي عطاتني دابا 2 مليون ولا 3، ما كانش عندي. شريت منها بين العطريه، شريت منها الطاجين فاش الخبز، شحال الحوايج توصلت بديك الفلوس اللي عطاتني عايشه الروباله، وشحال مره انتقدتني. ماشي مشكل، ما كتقوليش الله ينعل والديك ولا الله يحرق جدك. كتنتقدني هذوك الانتقادات، القنوات الانتقادات من حقهم ما يكونوش غير كيقدبوا، اما انتقاد هما اصل هذه خدمتهم. الناس اللي ما عطيتوش عايشه الروباله حقها راه عيب عليكم وعار، وراكم فهمتوني على ما تنهضر. تبارك الله عليكم، عايشه الروباله ما دافعتش عليكم بطمع، لا انا دافعت عليا وخلصتني. تبارك الله عليكم، موضوعنا ماشي هذا. دابا وليداتي النسيب اللي عنده الموضوع هو هذا، انا هي هذه، راجلي هو هذا. جيناكم على الموضوع ديال الطلاق، غادي نقولوا بسم الله ونتوكلوا على الله. والهلاج على شي مرا تفارق من راجلها، هذا الموضوع ديال الطلاق مرينا منه 5 شهور، واخا نمروا حنا تنشبعوا، واخا نمروا حنا تنشبعوا، حنا مجموعين في دارنا،
ما غنكذبش عليكم وانا كتعرفوني صريحه، هاد السيد مر في هاد الخمس شهور اكثر من اي واحد فينا. لحقاش راه باش تكوني قاعده في محل بوحدك وعندك مرا وعندك بنت وما كيعيشوش معاك، راه بزاف، خمس شهور ماشي سيمانه ولا جوج ولا. المهم دازت واحد الظروف اللي ما بقاش يشوف بنته، ما بقاش يشوف مرته تطالب بالطلاق، الله يكون له في العون. وغادي نعطيه تحيه ماشي حيت جالس حدايا، لا، حيت كوكان قال في اليوتيوب انا تنطالب بشي بنت الناس نبدا معاها حياه اخرى، كون راه تزوج ودار العرس. هاد السيد ما سخاش ببنته وما سخاش بمرته، وكان طالبوا بولاد اليوم يكونوا كلهم في هاد الشيء هذا باش ما يقواش الطلاق وما يقواش الضياع الاولاد في المجتمع. بقى مشبت وتايق في نفسه وتايق في الله وما قطعش ياسو. واليوم غنقول لكم واش غيتقطعوا لي ياس مره ولا غادي كلشي غيبان لكم. وحنا الدور ديالنا كوالدين، بنتنا ما بغاش ترجع لهذا السيد. راه عرفتوا العائله اللي رغبت؟ راه العائله ديالي كلها رغبت وطاحت على الرجلين، وواحد خويا قال لها غندبح لك الحولي ونحطوك عار على بنتك وتحداته، قالت له ما نوليش. المهم العائله كلها، اختها الكبيره، راجل اختها زهير، راه المستحيل اللي درنا على هذا الولد ما تصوروش. حنا عائله ما كناش كننعسوا وتنبانوا تنضحكوا لكم في الفيديوهات، بغينا البنت ترجع لراجلها. البنت كتقول ما نرجعش للراجل، شنو دار لك؟ ما دار ليش وما نرجعش. داكشي لا من عند الله حنا حامدينا، ولا من عند العبد، الله ياخذ حقنا، الله ياخذ حقنا. الا كان من عند العبد وكتفرج فيا يا هاد خوت ولا يا هاد خو اللي لحني على بنتي هاد الطجاجيات، تنقول لك الله يجعل ربي كتاخذ فيك اميره الحق. وكلنا عليك الله، وكلنا عليك الله. بغيتي تفركت عش ديال امراه والده وعندها راجل، يا الخوت او الخو والخو. انا ما تنعزلش، ما عرفتش شكون اللي متابع هاد الشيء هذا. ويمكن الله غيغلب فيك والله غيحكم فيك وما تبقى سوى تا زفته، لحقاش فيك العلامه، وغتخرج فيك علامه اللي تتفرق راجل على مرته وتتفرق بنت على باها وامها. بنت كتعرف كلشي. البارح الراجل ديالي والبنت ديالي كانت عندي، وحطينا كلشي على الطبله بلا فيديو، قلنا لها اما تخرجي من حياتنا، حيت هي قالت لي تخرجي من حياتي وكلشي شفتوه عن المرض الوانكم، وقالتها لبوها 100 مره، قالتها لاختها، قالتها لاي واحد من العائله. البارح قلنا لها قلتي لنا خرجي من حياتي، حنا غنخرجوا لك من حياتك، سيري طلقي، ديري اللي بغيتي، وليتي انت اللي كتحكمي، عندك عاد 19 عام، ديري اللي بغيتي بحياتك. بقات كتبكي وربي يرحمنا، ليه الحمد والشكر وربي كبير. بقات كتبكي قالت لي الا طلقت مع هذا الرجل شنو الدور ديالك انت؟ قلت لها الدور ديالي انا، حيت انا ما بززتوش عليها، وكنت شفت فيه شي ديفويات اللي خاجل على الطاقه، انا نعاون بنتي في الطلاق. ولاني انا اليوم ما كنعاونش بنتي في الطلاق، وعمرني ما نوقف جنب بنتي على الطلاق، ماشي غير هذه الاولى، الثانيه هذه. انا وليدي اسيسه بنت ما نوقف جنبها على الطلاق. لحقاش البنت فاش تقول لك نطلق وتقول لها بسم الله الوالدين؟ البنت كتكون ما عارفاش، كيبان لها كل شيء ربيع، تيبان لها كل شيء وقع، كتكون باقا ما ناضجاش، كتطلب الطلاق تيساعدوها والديها. لا، حنا ما ساعدناش هاد البنت. انا قلت لها انا ساخط عليك عند الوانكم بالخناشي ماشي بكلمه. بوها البارح قال لها انا ساخط عليك، بغيت تطلقي راكي مسخوطه من عندي. البنت بقات كتبكي، الضمير ديالها انبها، قالت لك انا غنولي لداري وبغيتكم ترضيو عليا. انا كنقول لكم من هذا المنبر، بنتي مرضيه، الله يرضي عليها، وانا راضيه عليها يا ربي، وانا عاطيها لها خناشي اللي ما خلاتش اميره تكبر بلا بواها، وما خلاتش اميره تشرد، وما خلاتش اميره تعيط بابا وما تلقاش. هي كانت كتقول لي لا، ودابا كتقول لي عطيوني غير رضا، راها مرضيه
واللي مشى معاها مرضي واللي صبح عليها مرضي واللي وقف معاها مرضي. وانا سي لا رجاء انت بغيتي الرضا انا كنعطيك الرضا اللي ما يتسلى ولا يتقادى. واخا قلتي لي خرجي من حياتي فاش قلتي بغيت امي نولي لداري وغير بغيت غير الرضا انا كنرضي عليك قد الزغب اللي في راسي وانا مسامحه لك دنيا واخيره واخا غلطتي فيا راني تنعطيك الرضا حتى اللي صبح عليك في الصباح حتى هو مرضي. وغادي نخلي الكلمه المنعم هذا تبارك الله على المتتبعين ديالنا العزاز كي صبحتوا لاباس عليكم تصبحوا وتربحوا. وهذا هو الفيديو ديالنا اخوتي وطلبوا معنا تنتموه ودعيوا شي دعوات الخير على وجه هذيك البنيته ما تيتمش الله يرحم لكم الوالدين في هذا الصباح. احنا حاولنا معاها ورغبناها وكلمها ضميرها والله يجعل ربي يجمع شمل اي واحد واي وحده في هذا الصباح والله يكبر بكم. انا ما عنديش في التركه ديالنا كاع اصلا اللي تتقلب وكتسمح ولادها وكت راه باقا صغيره وما فهمتش وهي دابا مسكينه هي ما استفدت حتى حاجه كاع هي تخلات على كل شيء كاع. واللي كتقولوا بنتي كتقولوا بنتي باغيه ديرها الدور باش تطلع القناه بنتي خوات الفيديوهات كلهم من القناه ودخلوا لقناتها خوات الفيديوهات كلهم وقالت لك بهاد الساعه انا ما عندي ما ندير باليوتيوب كتفرج في راسها كيكذبوا عليها كتفرج في راسها كيحطوا عليها الباطل. قالت لك هاد اليوتيوب غير المجرمين غير كذابين غير اللي كياكلوا فلوس الحرام انا ما غنخدمش فيه نهائيا ولا اني مازال عندها فرصه الا بردت وتراجعت مع ظروفها وبغات تولي اليوتيوب حنا ما غنمنعوهاش ما بغاتش تولي راه خوات القناه ديالها باش ما تقولوش حنا كنطلعوا الادسنس راه خوات القناه ديالها. هاد البنت عمرها ما خرجت في قناتها وضربت في راجلها باش تطلع المشاهد باش تكون في علمكم وحيدت فيديوهات كلهم وغادي نخلي منعم يهضر. وتبارك الله عليكم المتابعين ديالنا العزاز كي دايرين لاباس عليكم كي بقيتوا مع الصحيحه. كنتمنى اخوتي العزاز تسمحوا لنا على هذا على هذا الشيء اللي واقع لهاد العائله كنطلب منكم تسمحوا لنا اخوتي العزاز. وكما كنتوا كتفرجوا في الفيديوهات ديالي وفي اللايفات ديالي انا ديما كنقول لكم اخوتي كنتسنى الرحمه الله تنزل ودابا اخوتي الحباب واخوتي العزاز راه نزلت الرحمه ديال سيدي ربي الحبيب. وشكرا للناس اللي كيخليو التعاليق زوينين واقفين معنا ومساندينا. دابا الحمد لله اخوتي راه رجع المال مجراه وان شاء الله يا ربي غادي تشوفونا في احسن. وكنطلب منكم السماح اخوتي الا غلطت معكم شي مره او لا شفتوا مني شي حاجه خايبه هذاك الشيء كامل درته على قبل اميره. واللي اب واللي عنده وليداته راه غادي يحس بهذا الاحساس هذا وراه نتوما عارفين اخوتي الولده الاولى واميره عزيزه هذا الشيء كامل درته على قبل اميره. والحمد لله ربي ما خيبنيش ولهنا خطاكم اخوتي العزاز والله العظيم الا مشات لي الهضره ومشى لي كل شيء والله القاسم. وهذا هو وليداتي حنا هاد الولد شفناه في الفيديوهات ديالو كينادي بالصلح حنا درنا المستحيلات على قلبه هو راه عارف كل شيء راه عارف شنو درنا عليه. راه خوتي اقسم بالله الا داكشي اللي داروا في الخفاء راه ما كاينش قبات الكاميرا هادشي اللي داروا هاد الناس كنقول لك كنطلب اي نصيب واي نصيبه يبقاو هاكم يشوفوا ولادهم غلطوا يوقفوا مع ولادهم مع نسابهم اقسم بالله هادشي اللي داروا هاد الناس على قبلي راه ما يتعاود اخوتي حتى تسامح اقسم بالله. وهاد النهار ناقص من العمر راه هادشي اللي داروا على قبلي هاد الناس راني ندير اخوتي اللي دارت والله ما نردو لهم اقسم بالله وراه فعوت المهمه ديالي وإلا غلطت فيها شي مره تسمح لي. الله يسامح علينا الله يرحم والدينا اخوتي انا ما نطلبو غير الشمع غير الشمع يتجمع وتنعطي تحيه تنعطي تحيه لبي المنعم وتنقول لك منعم راه وليدك ومنعم راه من صلبك ومنعم راه قلبه كبير والفلوس ماشي على حسابه وانا اللي عاش معايا وتنعرفه انا كنت برزقي وإلا كانت عنده غير 100 درهم وقلت له جيب لي شي حاجه كيجيبها لي بفلوسه. منعم راه ما عندوش فلوس في قلبه وتنعطي تحيه لعائشه وتنقول لك عائشه منعم وليدك وانت راكي كتبغي وليداتك وضربتي عليهم تماره وراه وليدكم وإلا عمرنا قلنا له هذوك ماشي والديك ولا عوجناه كنطلبوا الله ياخذ فينا الحق. راكي انت اللي ولدتي وقمضتي وسرولتي ورضعتي حنا جا عندنا واجب جا عندنا راجل بلي حليتو بوقفتو بطولتو
راه وليدك الحبيبه انا واخا راني مينتو وانت هي امو الاولى انا راني غير نسيبه واللي كنديرو معاه ربي يخلصني وانت راكي مينتو وكنطالب من منعيم يطوع باه ويطوع امو ويطوع العائله ديالو ما يدوش خوته ولا غير تليفون ويطوع باه ويطوع امو ويخدم كنطالب منك يا منعيم تخدم وتسوق والحاجه اللي بغاتها امك تديها لها كتسمعني لحقاش حتى هي ولدتكم باش عتقوها امام العالم ما يسمعك اسمعني انا ما ولدتش مني ما كلشي انا نسيبتك احتار من يوم غيني وبغيتك تبغي امك اكثر مني انا وتحيه لكم كبيره وجيت نقول لكم واحد الكلمه واش غنقول لكم يا الناس الفيتنه خلينا لكم الله يتوكل عليكم اللي تهمتوا لي بنتي كتقولوا تزوجت وبنتي غتمشي لفرنسا وها هي بنتي قالت لك بغات غرضة الا قلنا لها تحتاج بيت تحتاجني خلينا لكم الله وحسبي الله ونعم الوكيل هذا ما غنقول لكم يا اصحاب القنوات يا الكذابين يا المجرمين يا اللي كتعيشوا بلا مصداقيه وتا نتوما راكم بولادكم واللي ما عندوش الولاد دابا يولد حتى هو ويجرب هادشي اللي كاين دابا تجربوا قال لهم دابا تجربوا قال لهم شحال القوس مول القوس قال له دابا يجي الوقت وتساوموا سمعتوني واليوم حنا جيناكم حنا ما نبغيوش بنتنا تخرج من دارها وما نبغيوش بنتنا تطلق على بنتها وما نبغيوش بنتنا تبدل لنا هذا الراجل حنا عرفنا هاد السيد وعرفنا بركة علينا بغينا نعيشو مع واحد مسكين بحالنا سمعتوني وهذا الشيء اللي كاين وتنعطي لبنتي الرضا والستر اللي ما يتبان ولا يخسر هي وليات الناس الله يرضي عليهم كلهم وليداتي كلهم الله يرضي عليهم بالصغير بالكبير هذا هو الله يسخر لهم بالمسيره ديالهم كاملين والله يسامح لها اللي غلطت وكتقول لنا خرجوا لي بحياتي حنا اليوم تنسامحوا لها باش هي النفسيه ديالها ترتاح وراها طيبت لي البارح العشاء وحطت لي العشاء وتعشات معايا وتدور بنيتي وتبسمت في وجهها وضحكت وليه الحمد والشكر ودابا جينا كنحمدوه ونشكروه وتنوصلوا الرساله للمتتبع ديالنا وتبارك الله عليك تبارك الله عليكم اخوتي عزاز ولاد خطيبكم